استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني عددا من النواب المنتخبين الذين هنأوه بالانتخابات، ومن ضمنهم الأمين العام للتنظيم الشعبي النصري النائب المنتخب أسامة سعد. كانت فرصة للتداول بالأوضاع على الساحة اللبنانية وعلى الساحة العربية وما ينتظر لبنان من تحديات، والبحث كان حول قدرة لبنان في المرحلة المقبلة بعد الانتخابات، قدرته على مواجهة هذه التحديات والأزمات، وضرورة أن نرتقي بالوضع اللبناني، الوضع السياسي اللبناني، إلى المستوى الوطني القادر على إنتاج تفاهمات وطنية حول مختلف الملفات الدقيقة والحساسة اللي موجودة واللي ممكن أن تطرأ على الوضع اللبناني نتيجة التطورات التي تجري في المنطقة. ومن زوار عين التين النواب المنتخبون إيدي دمرجيان ونقول نحاس وعلي درويش ونزيه نجم.